مدبولي يؤكد اهتمام الدولة بملف السياحة والعمل على توفير كافة التيسيرات سعيا لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. وزيرة الصحة تتفقد غرفة عمليات الوزارة لمتابعة تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية. في كلمته أمام الأمم المتحدة، المعلم يؤكد مواصلة الجيش السوري عملياته العسكرية لتطهير البلاد من الجماعات المسلحة. الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة في غرينتش، موعد نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل. أهلا بكم. أكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بملف السياحة والعمل على توفير كافة التيسيرات سعيا لجذب المزيد من الاستثمارات. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء بمسؤولي إحدى مجموعات المنتجعات العاملة في مصر، حيث أكد مدبولي أهمية الترويج لعدد من المناطق السياحية الواعدة في مصر وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف إقامة حوالي 50 غرفة فندقية بالعلمين الجديدة التي تمتلك شاطئا بطول 14 كيلومترا منها 7 كيلومترات للاستخدامات السياحية والفندقية. من جانبهم قدم مسؤول المجموعة لرئيس الوزراء عرضا حول نشاطهم حول العالم، مؤكدين تطلعهم للمساهمة في تعظيم الاستفادة من المقومات الواعدة التي تمتلكها مصر في قطاع السياحة. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم اجتماعا لاستعراض سبل استغلال منطقة عيون موسى وفرص إقامة مشروعات للسياحة الاستشفائية بها. وفي بداية الاجتماع عرض اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء تقريرا حول سبل التعاون بين مصر والجانبين المجري والنمساوي لإقامة منطقة سياحية استشفائية بمدينة طور سيناء. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن منطقة عيون موسى تعد أحد الأماكن المتميزة، مشددا على ضرورة إعداد دراسة متكاملة عن المنطقة، كما وجه بتكليف مكتب استشاري متخصص لإعداد الدراسات المطلوبة للمشروع. يعقد غدا بمقر مجلس الوزراء مؤتمر صحفي موسع بشأن الإعلان عن إطلاق مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن فيروس سي والأمراض غير السارية، والتي تستهدف أكثر من 50 مليون مواطن مصري. وفي إطار البدء في تطبيق هذه المبادرة، بدأت اليوم الغرفة المركزية بوزارة الصحة عملها برئاسة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لمتابعة مدى جاهزية المحافظة لبدء المرحلة الأولى للمسح الطبي في الأول من أكتوبر القادم، والذي ينفذ على 3 مراحل، تبدأ الأولى منها في محافظات بورسعيد والإسكندرية والقليوبية والفيوم والبحيرة ودمياط وأسيوط وجنوب سيناء ومطروح، وذلك لمدة شهرين. غرفة العمليات في وزارة الصحة والسكان منعقدة منذ حوالي شهر علشان تعد للحملة الأكبر حملة في تاريخ البشرية لمسح أكثر من 50 مليون نسمة فوق سن 18 سنة. غرفة العمليات متشكلة من قطاعات مختلفة من وزارة الصحة وبقيادة اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية والحملة القومية للكشف عن الأمراض غير السارية، ومعنا طبعا منظمة الصحة العالمية وتحيا مصر وكثير من منظمات المجتمع المدني. دور الغرفة هي متابعة أعمال المسح بجميع الأماكن اللي يجري بها المسح المواطنين، ومتابعة إجراءات تحويل المواطنين، ومتابعة مؤشرات أداء الفرق المشتركة على مدى اليوم. طبعا الفرق بتشتغل من 9 صباحا ل 9 مساء. تحليل البياني لكل مدخلات ومخرجات العمل الخاصة بالمسح، ومتابعة إمداد النقط بكل كافة المستهلكات الطبية واللوجستية للدعم المستمر،
ومتابعة مشاكل وشكاوى المواطنين. واحنا عندنا كول سنتر 15-335 لجميع المواطنين ان هم يتكلموا ويشوفوا اذا كان عايزين يعرفوا المكان المسح اللي هيروحوا ليه او اذا كان عندهم اي شكوى. كما كشفت وزيرة الصحة في تصريحات لها من داخل غرفة العمليات المركزية عن مراحل الحملة الثلاث ومواعيد انطلاق كل مرحلة، فضلا عن المحافظات التي تستهدفها. واحنا قسمنا المحافظات لثلاث مراحل. المرحلة الأولى هتبدأ إن شاء الله يوم 1 أكتوبر يوم الاثنين القادم، ودي مستهدفة حوالي 17 مليون نسمة. بنشتغل من خلال 1432 مكان في مصر وبعدد فرق 5576 فريق، كل فريق مكون من ثلاثة من الأطقم. المحافظات المستهدفة محافظات جنوب سيناء، مطروح، بورسعيد، اسكندرية، البحيرة، دمياط، القليوبية، الفيوم، وأسيوط. وديت احنا بندعو جميع المواطنين للتوجه للأماكن اللي هيقدروا يتعرفوا عليها، الأماكن المسجل أسمائهم فيها. احنا طبعا الهيئة الوطنية للانتخابات أمدتنا بقاعدة البيانات للمواطنين سن 18 سنة أو أكثر، فكل مواطن يبقى عارف المكان هيقدر يتعرف على المكان خلال الرقم القومي بتاعه. المرحلة الثانية إن شاء الله فيها 11 محافظة بتبدأ من ديسمبر ويناير وفبراير، محافظات شمال سيناء، البحر الأحمر، القاهرة، إسماعيلية، السويس، كفر الشيخ، المنوفية، بني سويف، سوهاج، الأقصر، وأسوان. والمرحلة الثالثة 7 محافظات مارس وإبريل ل2019، ودي الوادي الجديد والجيزة والغربية والدقهلية والشرقية والمنيا وإنا. مزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أشرف عمر، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات سابقا وأستاذ أمراض الكبد بالقصر العيني. دكتور أشرف مرحبا بك، وإلى أي مدى تعود أهمية هذه المبادرة للكشف المبكر عن فيروس سي والتي أطلقت من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وتستهدف هذا العدد الكبير 50 مليون؟ تفضل. اهلا وسهلا. وحضرتك مصر بتدخل التاريخ الحقيقه من اوسع ابوابه في هذه في دخولها هذه الحمله القوميه التي تعتبر الاولى في التاريخ على مستوى العالم بهذا الكم الكبير، مسح على كل محافظات مصر للكشف عن الناس اللي عندهم فيروس سي. الحقيقه الموضوع ده هذه المبادره تاتي نتيجه وجود إرادة سياسية الحقيقة، لأن ده شيء غير مسبوق في التاريخ الحقيقة. زي ما ذكرت الأستاذة الدكتورة وزيرة الصحة هيبدأ على ثلاث مراحل. المسح ده متوقع إن هو هيظهر عدد لا بأس به من مرضى فيروس سي اللي هم ما يعرفوش أصلا إن هم عندهم فيروس سي، ودي نقطة مهمة جدا، لأن احنا عشان نعمل زي ما قال سيادة الرئيس القضاء على فيروس سي لابد مش بس ان احنا بنعالج، واحنا الحمد لله المرحلة الأولى من القضاء على فيروس سي تمت بنجاح شديد، وهو العلاج الشامل اللي هو الماس تريتمنت، ده تم بنجاح. في خطوتين تانيين علشان نستطيع القضاء التام على فيروس سي، هو المسح للكشف على الناس اللي عندهم فيروس سي وما يعرفوش ان هم عندهم فيروس سي، والخطوة الثالثة برضو اللي وزارة الصحة هتقوم بيها هو منع حدوث المرض أو منع الإصابة الجديدة بالمرض. طيب دكتور أشرف، فيما يتعلق بالمرض، هل الأشخاص الذين يتمتعون بالصحة والذين يعني لا يعانون مشاكل أو آثار تخبرهم بأن لديهم أو مشاكل فيما يتعلق بالصحة يجب أن يتوجهوا إلى تلك المراكز للكشف، قد يكونوا مصابين وغير ظاهرة عليهم الأعراض؟ بالضبط كده، ما هو هو ده هدف الحقيقة من المسح، إن احنا نكتشف الناس اللي عندهم فيروس سي. وزي ما حضرتك عارف إن فيروس سي ملوش أي أعراض خالص، يعني ممكن المريض يكون عنده فيروس سي بقاله سنين طويلة جدا ومصاب بالتهاب في الكبد وتغيف وما عندوش اي مشكله خالص، ما بيشتكيش من حاجه. هنا نتيجه سوء المسح ان احنا بنكتشف المرض وبنعالجه فورا. كان زمان المرضى كان بيخاف ان هو
يعمل موضوع. طب وجهة نظرك لماذا تظهر الأعراض على البعض ولا تظهر على البعض الآخر؟ هل هي نتيجة لمقاومة طبيعية للجسم أم أن الفيروس لديه عدة يعني عدة أنواع؟ لا، الفيروس ملوش أي أعراض خالص بجميع أنواعه، والمريض اللي بيشتكي الحقيقة بيشتكي مش من أعراض الفيروس، بيشتكي من أعراض الالتهاب المزمن وتليف الكبد، لكن فيما نظر الفيروس ملوش أي أعراض. الحقيقة احنا بنشجع كل الناس انها تروح تعمل هذا المسح. كان زمان ان ممكن الحقيقة المرضى كان بيخاف ان هو يعرف ان هو عنده فيروس سي، لان زي ما حضرتك عارف ما كانش فيه علاج قاطع، كان الحقن والحقيقة كانت ليها أعراض جانبية كتيرة وما كانش بتؤدي إلى نتائج مرضية خالص. النهاردة المرضى ما فيش أي مشكلة خالص لو عارف ان هو عنده فيروس سي، العلاج بتصرف له مجانا ونسبة نجاحه متعدية معدية 95-98% وبلا أي أثار جانبية. طيب أنت ذكرت أن يعني الجزء من الحملة هي منع حدوث أو منع الإصابة بهذا الفيروس، يعني ما هي الإجراءات التي يجب اتباعها لمنع إصابة الشخص بهذا الفيروس؟ زي ما حضرتك عارف هذا الفيروس بينتقل عن طريق الدم ومشتقات الدم، فلابد أن يكون المجتمع وكل الناس الحقيقة في المجتمع المصري عندهم الوعي، لأن الحكومة مش هتقدر تقوم بكل حاجة، لكن الناس لازم يكون عندهم وعي أن هو عن كل الحاجات التي ممكن تلوث أي الـ 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 الأجهزة، زي ناس في مراكز التجميل اللي بتعمل تاتو واللي بتعمل بيرسينج. يجب إذن توعية الأطباء وليس الأشخاص، لأن الأطباء مثلا الأسنان طبعًا والله أشخاص برضو، لأن الشخص لما يكون عنده وعي ممكن يقول والله لا أنا عايز الحاجات بتاعتي، أنا عايز الأجهزة. إذن أي شخص يذهب إلى أي طبيب يجب أن يتأكد أو يؤكد على الطبيب أن جميع الأدوات التي ستستخدم للكشف عليه أو الحقن التي ستعطى له يجب أن تكون معقمة. بالطبع دكتور، يعني تداركنا الوقت وعفوا للمقاطعة، ولكن سنكون مع مشاهدينا غدا لمتابعة هذا المؤتمر الذي سيعقد لبدء هذه الحملة. شكرا لك دكتور أشرف عمر، عضو لجنة القومية لمكافحة الفيروسات سابقا. عقد وزير التربية والتعليم طارق شوقي مؤتمرا صحفيا استعرض خلاله ما جرى رصده من إيجابيات وسلبيات في الأسبوع الأول من العام الدراسي الحالي، إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون مع الأزهر الشريف لتطبيق المناهج الجديدة. وأكد وزير التعليم أن العمل يسير بشكل طبيعي وفقا للخطة الموضوعة من قبل الوزارة، مضيفا أن إطلاق النظام الجديد سار بنسبة نجاح وصلت إلى 85%، موضحا أن جميع الكتب الدراسية ودليل المعلم سيكون لدى الطلاب قبل نهاية الأسبوع الجاري. التعليم على رأس أولويات الدولة، هذا ما أكده وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي، مشيرا إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الملتقى العربي الأول لمدارس التربية الخاصة الاثنين المقبل يعكس اهتمامه بذوي الاحتياجات الخاصة. تشريف السيد الرئيس بيقول إنه بيقول كذا حاجة الحقيقة، إنه هو مهتم جدا بالتعليم عموما ومهتم بذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص، وبيعكس ده في شكل حاجات ملموسة هنشوفها إن شاء الله يوم الاثنين بالليل. تصريحات شوقي جاءت خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة لعرض إيجابيات وسلبيات الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد. الصورة اللي احنا شفناها على الأرض صورة بديعة الحقيقة، فقط توقعاتنا احنا شخصيا من حيث تسليم الكتب، من حيث حماس المعلمين في اللي انا شفته بعيني، من حيث أساس الفصول، الأهم من كل ده سعادة الأطفال نفسها. وقال شوقي إن الوزارة تسلمت 100,000 تابلت، مشيرا إلى توصيل خطوط الفايبر للمدارس الثانوية. واعترف الوزير بزيادة كثافة الفصول، مشيرا إلى أنها إرث يمتد إلى 15 عاما ماضية. بس لما نبني 30,000 فصل بتاكل منهم 20,000 بالزيادة السكانية بس كل سنة، الميزانية بتخلص كده، احنا مش ملاحقين، والدولة عشان تحللكم مشكلة الكثافة مطالبة بفوق 100 مليار جنيه.
وكشف شوقي عن تفاصيل برنامج تحفيز ومكافأة المعلمين بالاتفاق مع إحدى الشركات العالمية. نحاول أن احنا نوصل إلى خلق منظومة مالية تساعد على دعم المعلم بشكل مالي من استخداماته هو، محدش بيجيب له حاجة من عنده، ولكن بتوجيهه لشكل معين من الاستخدام في صالحه وفي صالح الدولة، هيؤدي إلى وجود عائدات ترجع له هو تاني بدون تحميل ميزانية الدولة أو ميزانية الوزارة بأي شيء. ونوه شوقي بأن الوزارة ترسل لجانا للتحقق والتحقيق في أي شكوى لأولياء الأمور في وسائل إعلام لأي مكان بالجمهورية. يرى وزير التربية والتعليم أن النظام الجديد يعمل بكفاءة عالية، ويشير في ذات الوقت إلى سلبيات في النظام القديم، لكنه أكد أن تغيير الصورة يحتاج للإيمان بالحلم الذي بدأت تتشكل ملامحه هذا العام، مطالبا بالموضوعية والنقد البناء. من وزارة التربية والتعليم، محمود العزالي، النيل. قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن الدولة المصرية تمتلك بنية تحتية كبيرة جدا تستطيع من خلالها تطوير المنظومة التعليمية. وأضاف عبد الغفار خلال لقائه اليوم بالقاهرة مع وفد ألماني برئاسة مفوض شؤون التعليم الألماني وبحضور سفير ألمانيا بالقاهرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة وجود نظام تعليمي عالمي في مصر يستطيع الخريج من خلاله المنافسة في سوق العمل. ونوه خلال الاجتماع أن ألمانيا تعد شريكا هاما لمصر في مجال تطوير التعليم، حيث ناقش الجانبان مشروع إنشاء الجامعة الألمانية في العاصمة الإدارية الجديدة. استمرارا للضربات الأمنية التي توجهها وزارة الداخلية للتجار المخدرات، قامت وزارة الداخلية بتوجيه ضربات جديدة للخارجين على القانون بمحافظة الدقهلية. تأتي هذه الضربات في إطار حماية المجتمع المصري من هذه السموم ومن يبثها، وفرضا للانضباط في الشارع المصري لتطبيق القانون بكل حسم. الضربات المتلاحقة من أجهزة مكافحة المخدرات يتساقط تجار وحائز المخدرات. ضربات تأتي في إطار حماية المجتمع المصري من هذه السموم ومن يبثها، وفرضا للانضباط في الشارع المصري بتطبيق القانون بحسم. من هنا انطلقت حملة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع الأمن العام والأمن المركزي وأمن الدقهلية، مستهدفة عناصر إجرامية تتاجر بالمخدرات وتتخذ من قرية كفر الترعة القديمة بشربين بالدقهلية مسرحا لهذا النشاط. الحملة وبعد عمليات مداهمات وتفتيش نجحت في ضبط كميات كبيرة من مخدرات الحشيش والأفيون والإستروكس وطلقات نارية، إلى جانب مبالغ مالية تتنوع ما بين عملات وطنية وأجنبية. كما تم ضبط اثنين من العناصر المستهدفة اعترف بحيازة المخدرات بقصد الاتجار، مشاركة مع باقي المتهمين الجاري العمل على ضبطهم. إلى مداهمة منطقة السحر والجمال المتاخمة لطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تنسيقا مع الأمن العام والأمن المركزي وأمن الشرقية استهداف هذه المنطقة باستمرار لمنع العناصر الإجرامية من أن تأوي إليها مرة أخرى. هذه المرة وبعد أن رصدت الإدارة عناصر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة يتخذ من هذه المنطقة مسرحا لنشاطهم الإجرامي، استهدفتهم القوات على الفور حال وجودهم هناك، وتمكنت من ضبطهم وهم 6 عاطلين وبحوزتهم كميات من مخدري الهيروين و125 تربة لمخدر الحشيش وبندقية آلية وطلقات نارية. تزامنا مع هذه الحملات نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط عنصرين نشطين يتاجران في مخدر الاستروكس بالجيزة وبحوزتهما كمية من ذات المخدر إضافة إلى مخدر الحشيش. الضبط كان بالتنسيق مع الأمن العام وأمن الجيزة بشارع جامعة الدول العربية، وبذات المحافظة سقط عاطل آخر من تجار المخدرات وبحوزته كمية من مخدر الفودو يقوم بترويجها بنطاق قسم شرطة إمبابة.
إلى ذلك سطرت الإدارة نجاحا جديدا بضبط عدد من تجار وحائزي مخدر الحشيش، حيث تمكنت من ضبط عاطلين بالإسكندرية وبحوزتهما 44 تربة من هذا المخدر تزن أكثر من 7 كيلوغرامات. كما نجحت في ضبط 4 عاطلين بكفر الشيخ بحوزة 9 ترب لمخدر الحشيش وكمية أخرى مجزأة معدل البيع ومبالغ مالية من حصيلة البيع. نجاحات تسطرها أجهزة مكافحة المخدرات لحصار تجار وحائزي المخدرات، وانضباط يتحقق في الشارع المصري بفضل حملات متواصلة تؤدي إلى هذه النتائج الإيجابية التي يتم عرضها. عبدالله بركات للتلفزيون المصري. أعلن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن السفيرة مي خليل سفيرة مصر في قبرص استقبلت اليوم الصيادين المصريين 5 الذين كانوا محتجزين بتهمة اختراق المياه الإقليمية في شمال جزيرة قبرص. وقال أبو زيد إن سفيرة مصر أكدت وصول الصيادين بسلام متمتعين بصحة جيدة، منوهة بجهود السفارة للإفراج عنهم منذ اللحظة الأولى لاحتجازهم والتعاون الكامل الذي أبداه الجانب القبرصي في هذا الصدد. وصل وزير الخارجية سامح شكري لقاءاته على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. تضمنت لقاءاته جلسة مباحثات مشتركة مع وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، بحث خلالها الجانبان سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن التنسيق والتعاون بينهما في المحافل الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي. وخلال اللقاء أكد شكري حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع هولندا، منوها بأهمية استفادة الشركات الهولندية من التسهيلات التي تقدمها مصر للاستثمار في المشروعات القومية، خاصة المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس. أعرب وزير الخارجية سامح شكري خلال لقائه سايمون كوفني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة الأيرلندي عن تطلع مصر لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشددا على أهمية تشجيع الوفود التجارية الأيرلندية على زيارة مصر لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة. كذلك بحث شكري ونظيره الفنلندي تيمو سوني العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل الارتقاء بها في المجالات كافة، إضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية. كما التقى شكري مع سفين ميكسر وزير خارجية إستونيا، حيث استعرض شكري التقدم المحرز في مصر لجذب الاستثمارات الخارجية، ودعا مؤسسات الأعمال بإستونيا إلى الاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار في مصر. هذا وقد أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على توثيق التعاون بين مصر وباكستان في كافة المجالات بما يرقى لتطلعات البلدين. جاء ذلك خلال لقاء شكري بنظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار شكري خلال اللقاء إلى اهتمام مصر بتنسيق التعاون بين ميناء جوادر وقناة السويس في إطار مشروعات الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني ضمن مبادرة طريق الحرير. عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط جلسة مباحثات هامة مع أنطونيو غوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة على هامش مشاركته في فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. تبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الأخيرة لعدد من القضايا الدولية والإقليمية، وعلى رأسها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك تطورات القضية الفلسطينية والأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن. وأكد غوتيريش تقديره للدور المحوري للجامعة العربية في التعامل مع هذه الملفات،
وحرصه على قيام تواصل وثيق بينه وبين الأمين العام في هذا الإطار. أكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن النظام القطري لا يزال يدعم الإرهاب، وأشار في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن قطر تحشد أجهزتها الإعلامية لزعزعة استقرار دول الجوار بهدف إسقاط أنظمة الحكم، وشدد على ضرورة التزام قطر بمطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في مقدمتها احترام سيادة دول الجوار والامتناع عن التدخل في شؤون الدول الأخرى. من جانبه أكد وزير الخارجية السعودي عادل جبير في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قطر تواصل سياستها الداعمة للإرهاب، وأن قرار مقاطعتها كان ولا يزال أمرا لا مفر منه. في ظل جهودنا الحازمة والمستمرة لمكافحة الإرهاب، قامت بلادي ومعها دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بمقاطعة دولة قطر. فلا يمكن لدولة تدعم الإرهاب وتحتضن المتطرفين وتنشر خطاب الكراهية عبر إعلامها ولم تلتزم بتعهداتها التي وقعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013 واتفاق الرياض التكميلي عام 2014 أن تستمر في نهجها. قطر تمادت في ممارساتها، وهو ما جعل من مقاطعتها خيارا لا مفر منه. سيد الرئيس، أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن قوات الجيش ستواصل مهامها في جميع الأراضي السورية لتطهيرها من الجماعات المسلحة. وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أكد المعلم أن الأوضاع في سوريا أصبحت أكثر أمنا واستقرارا، وأن الحرب على الإرهاب في سوريا قد شارفت على الانتهاء. نحن اليوم بعد أكثر من 7 سنوات من هذه الحرب القذرة على بلادنا نعلن للعالم بأن الوضع على الأرض قد أمسى أكثر أمنا واستقرارا، وأن معركتنا ضد الإرهاب قد شارفت على الانتهاء. أبواب مفتوحة أمام جميع السوريين في الخارج للعودة الطوعية والآمنة، وأؤكد على أن ما ينطبق على السوريين الموجودين داخل الوطن ينطبق على من هم خارجه. كما أكد وزير الخارجية السوري أن بلاده تخلصت من أسلحتها الكيميائية بشكل كامل. كذلك اتهم وليد المعلم الولايات المتحدة بقيادة تحالف دولي غير شرعي في سوريا بزعم محاربة الإرهاب. تخلصت سوريا من برنامجها الكيميائي بشكل كامل، ونفذت كل التزاماتها تجاه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهذا ما أكدته تقارير المنظمة مرارا. وعلى الرغم من أن بعض الدول الغربية تنكر علينا حقنا المكفول بموجب المواثيق الدولية وواجبنا الوطني في مكافحة الإرهاب وفي حماية شعبنا على أرضنا وضمن حدودنا، شكلت ذات الحكومات تحالفا دوليا غير شرعي بقيادة الولايات المتحدة تحت غطاء محاربة الإرهاب في سوريا. أعلنت الحكومة اليمنية أنها لن تتعاون مع فريق خبراء الأمم المتحدة بعد تصويت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على تمديد مهمة بعثة التحقيق حول ارتكاب جرائم حرب في اليمن. يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه المجموعة العربية بيانا مشتركا حول فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن. وضحت فيه أن فشل اعتماد القرار جاء نتيجة عدم تعاون كل من هولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورغ وأيرلندا،
وإصرارها على عدم الأخذ بعين الاعتبار شواغل الدول التي تقدمت بمشروع القرار وملاحظاتها تجاه تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المقدم لهذه الدورة وما اعتراه من مغالطات. مزيدي من الإيضاحات ينضم إلينا عبر الهاتف السيد فياض النعمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية. مرحبا بك، وكيف تنظر إلى ما حدث اليوم بعد إعلان الحكومة اليمنية عدم التعاون مع خبراء الأمم المتحدة بعد هذا التصويت الذي جاء غير مرض للطرف اليمني؟ طبعا موقف الحكومة أتى بعد دراسة عميقة للإجراءات وللتقارير وأيضا للمنهجية التي اتبعها فريق الخبراء الدوليين البارزين في إعداد تقريرهم، وأيضا وفق التمديد للسنة الماضية. وهذا الموقف نتج بسبب التقرير الغير مهني والغير حيادي والذي تعارض بشكل كبير مع المهام الرئيسية التي كلف بها فريق الخبراء الدوليين، وذلك بانحيازه المباشر إلى الجلاد المتمثل بميليشيات الحوثي الإرهابية التي ارتكبت مجازر وارتكبت جرم بحق أبناء اليمن. عدم التعاطي مع القرار مجلس حقوق الإنسان أي الصادر أو المقدم من قبل هولندا وبلجيكا، هو يأتي في إطار الإجراءات السليمة للحكومة اليمنية وعدم المساس بزيادة البلاد، كون القرارات التي تصدر عبر مجلس حقوق الإنسان يجب أن تتوافق كليا مع كل القرارات الدولية الصادرة بمجلس الأمن. لكن ما أتوقع التقارير التي قدمها فريق الخبراء فإنها عملت على تسييس ملف حقوق الإنسان أكثر من دفاعه عن قضية حقوق الإنسان وإيصال المجرمين الحقيقيين إلى منصات العدالة من أجل أن يأخذوا جزاؤهم العادل وفق القوانين المحلية والقوانين الدولية. الحكومة أيضا رحبت بشكل كبير بالقرار بالمشروع العربي الذي تقدمت به تونس والمتضمن الدعم وتقديم الدعم الفني والتجاري واللوجستي للجنة الوطنية المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية في عام 2012 كل الانتهاكات على الساحة اليمنية. لكن الشاهد من ذلك بأن أطراف داخل مجلس حقوق الإنسان حاولت أن تضع قضية حقوق الإنسان في أدنى سلمها وعملت على تسييس الملف والهرولة خلف مشاريعها وخلف وضحت الصورة. وعفوا المقاطعة لضيق الوقت، السيد فياض النعمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية، شكرا جزيلا لك. نشرتنا متواصلة معكم، وفيها بعد الملف الاقتصادي: مصرع 384 شخصا وإصابة المئات جراء زلزال وموجات مد بحري ضربت إندونيسيا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرتنا الاقتصادية وأهم ما نتابع فيها. وزير التجارة يتفقد معرض القاهرة الدولي للسيارات بمشاركة 40 من كبريات العلامات التجارية. أكد وزير التجارة والصناعة عمرو نصار أن صناعة السيارات في مصر تمثل أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد القومي، خاصة وأنها قاطرة لتنمية العديد من القطاعات الصناعية المرتبطة بها. جاء ذلك خلال تفقد الوزير لمعرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورمولا 2018 في دورته 25 بمشاركة 40 من كبريات العلامات التجارية في مجال صناعة السيارات. وأكد الوزير حرص الوزارة على تشجيع صناعة السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، خاصة وأنها لا تستخدم أي مصدر من مصادر الوقود التقليدية. أعلن وزير المالية محمد معيط استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية بقيمة 16 جنيها، وذلك اعتبارا من أول الشهر المقبل وحتى نهايته. وقال وزير المالية أن سعر الدولار الجمركي يدور حول نسبة 90% من سعر الدولار السائد في السوق المصرفية. يذكر أن الوزارة أعلنت في أول سبتمبر الماضي استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها حتى 30 من سبتمبر الحالي. أشاد مراقبون بإبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، مؤكدين أن القرار مناسب لتحقيق المعدلات المستهدفة للتضخم. وكان المركزي قد قام بتثبيت أسعار الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75%. بعد سلسلة من التوقعات من قبل المحللين بشأن سعر الفائدة، جاء قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة على ما هي عليه عند مستوى 16.75% للإيداع و 17.75% للإقراض، والذي أرجعه البعض إلى ارتفاع تكلفة إقراض القطاع الحكومي بنسبة 3%، وتهدف الدولة لتخفيضه مستقبلا. الحكومة ما زالت بتوازن ما بين الاقتراض من السوق الداخلي وأيضا من الاقتراض من السوق الخارجي. وزارة المالية ألغت في الفترة الأخيرة حوالي يمكن 3 عطاءات كانت مقررة للطرح سندات في الأسواق الخارجية، لكنها رأت أن الأسعار ما زالت مرتفعة، وبالتالي بتحاول الاقتراض من الداخل. وارتفاع سعر الفائدة بيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الدين العام. ويرى اقتصاديون أن الدولة تهدف لبناء مؤشرات اقتصادية أفضل مقارنة بأسواق مالية أخرى ناشئة، الأمر الذي يساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المباشرة. زيادة الصادرات دي هتعمل سد الفجوة والفارق ما بين سعر الفائدة وما بين سعر التضخم، وده هيبقى له أهمية كبيرة في إنه الاستقرار في سعر الفائدة وسعر الدولار. وطبعا إنه الصادرات زادت بنسبة كبيرة خلال الربع الأخير ده، يمكن حوالي ما بين 7-8% عن الربع الثاني من 2018. واستند البنك المركزي في قراره إلى وصول معدل التضخم السنوي إلى 8.8%، رغم ارتفاعه على أساس شهري ليصل إلى أكثر من 14% في أغسطس الماضي. لطالما تبنت مصر برنامجا إصلاحيا ساهم بشكل كبير في تحسين درجة تنافسية الاقتصاد المصري، فكان قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة رغم ارتفاع معدلات التضخم. أشرف مبارك، النيل. قال وزير البترول طارق الملا إن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج بعد أن تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضي. وأشار الملا إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، كما تعمل على التحول إلى مركز لتداول الطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره.
احنا نقدر نقول ان احنا زي ما كنا بنتكلم على وصولنا للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، الحمد لله مع مراحل الاخيره من مشروع حقل زهر وزياده الانتاج به وصلنا لاكثر من 2 مليار عدم مكعب في اليوم في اول هذا الشهر. احنا الحقيقه في هذا الاسبوع نقدر نقول ان احنا استلمنا اخر شحنه من شحنات الغاز الطبيعي المسال المستورد، وبالتالي احنا الحقيقه كده نقدر نقول ان احنا بطلنا استيراد غاز طبيعي مسال، وان شاء الله اعتبارا من شهر اكتوبر نقدر نقول ان احنا داخلين في مرحله الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المنتج المحلي، بحيث انه يغطي احتياجات الصناعه، يغطي احتياجات الكهرباء، ويغطي احتياجات المنزلي، وان شاء الله نستكمل هذه المسيره للغاز الطبيعي بحيث ان احنا نوصل للمراحل اللي احنا كمان نقدر ندخل على اضافه صناعات القيمه المضافه، ونتكلم في التصدير بعد كده، وكل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها الحمد لله لزياده الدخل القومي ان شاء الله، ونحسن من القيمه المضافه لهذا الانتاج الحيوي الخاص بالموارد الطبيعيه لمصر. من جهة أخرى، أكد وزير البترول الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لمشروع إنتاج البنزين عالي الأكتين 92 و 95 بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات إنربك، وذلك أثناء تفقده أعمال التشغيل التجريبي للمشروع. وأشار الملا إلى أن المشروع الذي تقدر استثماراته بنحو 219 مليون دولار يسهم في إضافة طاقات إنتاجية جديدة من البنزين عالي الأكتين من خلال زيادة الإنتاج إلى 700,000 طن سنويا، ليصل الإجمالي إلى حوالي 1.5 مليون طن سنويا توجه للسوق المحلي. ختام نشرتنا الاقتصادية وعودة من جديد إلى الزميل أشرف عبد العاطي واستكمال البانوراما، ولكن بعد فاصل قصير. شكرا لك أمير. وبالعودة إلى نشرتنا، أعربت مصر عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال والتسونامي اللذين ضربا جزيرة سولاويسي بإندونيسيا، ما أسفر عن وفاة نحو 384 شخصا وإصابة أعداد كبيرة. وتعد إندونيسيا إحدى أكثر دول العالم تعرضا للزلازل، كونها تقع على خط حزام النار في المحيط الهادئ والذي يشهد حركة زلزالية وبركانية. مئات الأشخاص لقوا حتفهم في زلزال عقبه موجة شديدة من موجات المد البحري ضربت جزيرة سولاويسي الإندونيسية، فيما غصت المستشفيات بمئات الجرحى وسط مواصلة فرق الإنقاذ جهودها للوصول إلى المنطقة المنكوبة. الزلزال الذي بلغت شدته 7.5 درجة ضرب قبالة وسط جزيرة سولاويسي على عمق 10 كيلومترات، ما أدى إلى إغلاق المطار الرئيسي في بالو عاصمة الإقليم، ومن المتوقع أن يستمر إغلاقه ل24 ساعة على الأقل، ما يعقد جهود الإغاثة والإنقاذ. الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا أعلنت أن نحو 400 قتيل سقطوا حتى الآن، جميعهم في مدينة بالو التي اجتاحتها أمواج التسونامي، مرجحة ارتفاع تلك الحصيلة، وأضافت أن نحو 540 شخصا أصيبوا بجروح بالغة. حتى الآن آخر محصلة أكدت أن عدد الوفيات جراء زلزال تجاوز 300 شخص، بالإضافة لأكثر من 500 أصيبوا بجروح بالغة. موجات المد البحري المدمرة جاءت عقب زلزال عنيف دمر مبان وأجبر أهالي الجزيرة على التوجه إلى أماكن مرتفعة، فيما اجتاحت الأمواج العاتية مدينة بالو السياحية متسببة في انقطاع الكهرباء عن العديد من المناطق. وتعرضت بالو والمنطقة المجاورة لنحو 100 هزة ارتدادية منذ حدوث الزلزال الذي سويت جراءه منازل بالأرض، فيما دمر جسرا يعد معلما في المدينة، وألحق طريقا رئيسيا يؤدي إلى المدينة بأضرار بالغة، وسدته انهيارات التربة. ما هو قادم؟ الملف الرياضي في نشرتنا لهذه الساعة مع زميلة حنان عاطف، ولكن بعد الفاصل التالي.
إليكم مشاهدينا في وقفتنا الرياضية وأبرز ما فيها. بعد قليل ديربي مدريد الناري بين الريال وأتلتيكو في الدوري الإسباني.